فتحليل الاستاذ مو مطر تحليل ما فرح بس يا رحمه بس احنا تعبان طيب مطارنا احنا ما مطارنا نعرف مطارنا ليش على يطلع الشاشه هذا طلعنا في الشاشه وصدق ماكو ست ما عندها ربه وحده لا مكتوب هسه تمورو 0030402 كلش جاي اقرا صوت هذا مثل زين هذا الوصول وما الحراقيه حبايبي شنو ايش بيكم شو السالفه على شنو اقرا تعليقات علاوي ضاج الطيارة تقريبا التغت هو جوعان فلازم هسه نشوف ناكل شيء هاي يا شيء ما شيء علاقة هي لغة الطيارة بتشويك ترى لا جيش في الطيارة اللغة الدنيا خلاص ما تجي سوى حد شيء حتقع العالم وهو هم مذنب راح يجي شبيده هو طبعا يصعد ولا زين شبيك ليش ما تخلينا نشوف والله لا هذا والله هذا يقول لك ما له علاقه هذه مار بتجربه شوف فهم يلا تجي طياره مالت عرض ربك قالوا لا متحسنه العام هسه العام انا اعرفه شنو هاي يا انت بس طيارة حتى جابوا طيارة العابة يا بانوشي يا عافظ عييدي شون نروح الساعة قد زين علي عييدي شون نروح الساعة شوالك يعني هاي العالم كل الدنيب ستة شو شغلة في بغداد شو انت وضعك مر على العراقي سان جاي نحن تقل منا انا حتى ما موجود اعلم الموظف واعلم شركتنا بس استاذ لا ما لا شيء ما هم ضاجت هنا تنقت تنقت لازم نشوفها متابعين هنا متابعنا يا طالع بالبيت يلا عاد ما خليه بنفسك شوف راح تشكل شيء ليش تحكي انت تدي شوف هنا غير خليك تشوف يا عمري يا عين تفضل تبين بعد قلبنا شوية شوفوا من الشركة الانصراف شفتوا حبايبي تعاملوا وياي شفتوا أنا ما لي علاقة بمكتب المستشفى. وبعد فرضك على المكتب. أنا شان هذا؟ أقول لك الشركة في بغداد شركة شايفة. شركة شايفة. أي كلش شريف. مكتب شريف. يعني تجاه. على زباين. طيب الله يسمعني. فاتحته وواقفة يعني متباع. عايفتكم متباع. يعني خطيه لا سالفين وياهم لا حبايبي لو اكو باب مكتب شريف وهسه سالفون شنو المكتب شنو امر المكتب مالتي يعني الموضوع يومي يدسر مره تقول هاي من بعد حصار نفس النص العام انا صارت فيه اي صارت فيه خلص ما هو هي والله وبعد اي واحد يسافر صدق عزيز يتحمل الموضوع هذا صحيح ما صارت لا ها يا لا مو شخبارك زين بس سؤال يعني بس سؤال ليش انا بس ليش زين هاي العرب شنو ذا أي شيء ما بروبلم يلا عساسة مو بروبلم بس ما عزيزي كعبي يلا باي أحبكم ما أدري إذا حنشر لكم بوست السفرة لو لا لأن احتمال حتلتغي الطيارة يلا بالسلامة